بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله ريفيو على الجيومتري. أول حاجة هنتكلم فيها basic definition زي تعريف السيركل، الراديوس، الكورد، الديوميتر. هناخد position of point و straight line و circle with respect to a circle. طيب لو جينا نشوف أول حاجة تعريف السيركل، هنلاقي إن أنا بيبقى عندي plane أو مستوى بختار نقطة معينة فيه، وبنقول إن السيركل دي هي مجموعة النقط اللي بتكون على مسافة ثابتة من ايه، من السنتر، من المركز بتاعي، النقطة اللي انا مختارها. بنسمي المسافة الثابتة دي الراديوس، وبنسمي النقطة السنتر. يبقى السيركل it's a set of points، مجموعة نقط of a plane which are at the constant distance، يعني المسافة بين ال fixed point دي وأي نقطة اللي على السيركل بتكون ايه، مسافة ثابتة. ال constant distance دي is called the radius and the fixed point is called the radius. طب لو جينا نشوف تعريف ال surface of the circle، يلاقي ان ال surface هو union لكل النقط اللي على ال circle نفسها وكل النقط اللي داخل ال circle كمان، ده بيكون ال surface. طيب لو جينا نشوف ال circle M دي وعندي straight line A B، هنلاقي ان ال intersection بين ال straight line وال circle هيبقى two points D and C، لكن ال intersection بين ال surface of the circle وال straight line هيبقى ال DC كلها، كل النقط، لأن اتفقنا إن ال surface هو كل النقط اللي بتقع داخل دايرة كمان معانا. طيب يبقى معنى كده إن ال M ال center بتاعي belong to the surface and not belong to the circle، لأن هو إيه، بيقع داخل الدايرة مش عليها. طب لو جينا نشوف تعريف ال radius، ال radius اتفقنا إن هو المسافة الثابتة بين ال center وأي نقطة على الدايرة. طيب لو وصلت بين نقطتين على الدايرة نفسها ده بنسميه كورد. يبقى الفرق بين الكورد والراديوس ان الراديوس line between ايه، two points، بس point منهم at the center and point in the circle، لكن الكورد two points in the circle. طيب لو وصلنا بين two points in the circle ولكن ال two points دول كانوا بيمروا بالمركز بتاعي السنتر، ده بنسميه ايه، diameter. يبقى الفرق بين الدايميتر والكورد ان الدايميتر هو كورد، لكن الكورد بتاعي بيكون ايه، passing through the center. يعني لو جينا نشوف في الرسمة دي هنا هنلاقي ان ال BA ده diameter لانه كورد اهو، line between two points in the circle بس passing through ايه، the center، لكن ال DC ده كورد. طيب بيقول لي هنا prove that ان ال NB greater than ال ND. نشوف هنعملها ازاي. لو رسمنا الراديوس ام دي مثلا، هنلاقي عندي في التريانجل انجل دي ام ان، هنلاقي ان خصائص اي مثلث ان ايه، مجموع اي ضلعين اكبر من الثالث، يبقى دي ام بلس الام ان جريتر ذان الان دي. طيب احنا اتفقنا ان ده راديوس وده راديوس، يبقى ايه، كونستانت ديستانت، يعني المسافة بينهم ثابتة، يعني متساويين في الطول، يبقى ال ام دي اكوال ال ام دي. طيب ال ام دي اكوال ال ام دي، يبقى ممكن اشيل ال ام دي دي واحط مكانها ال ام بي بلس ال ان ال ام ان جريتر ذان ال ان دي. طيب نيجي نشوفها على رسم كده، ال ام بي بلس ال ام ان هنلاقي ان هو ايه، ال بي ان كله greater than ايه، ال ان دي، ويبقى كده اول حاجة. طيب تاني طلب ال ان سي greater than ال ان اي. طيب نفس الكلام لو رسمنا ال radius اي سي اي ام سي، هنلاقي في التريانجل بقى ام ان سي، هنلاقي ان ايه، ال سي ام بلس ال ام ان جريتر ذان ايه، ال ان سي، او ال ام سي بلس ال ان سي جريتر ذان ال ام ان. ال ام ان عندي اللي هي ال ام اي بلس ال اي ان، يبقى ممكن اقول ان ال ام سي بلس ال ان سي جريتر ذان، هنفك ال ام ان من على الرسم كده، يبقى ام اي بلس ال اي ان. طيب انا عندي في السيركل ام دي الام سي ده راديوس والام ايه راديوس، يبقى ايه، الطول ثابت، يبقى اقول له كده بما ان
ال ام سي ايكوال ال ام اي، يبقى هنا ممكن ايه ال ام سي ايكوال ال ام اي، يبقى ممكن يروحوا مع بعض، ده هيديني ان ال ان سي اكبر او جريتر ذان من ال ان اي، ده المطلوب. طيب لو جينا نشوف نتيجة بقى، any straight line passing through the center of the circle is an symmetry line. يعني السيمتري لاين كان هو الخط اللي بيقسم الشكل بتاعي لإيه؟ لجزئين متطابقين مع بعض. يعني لو رسمت أي خط passing through the center هلاقي إن هو هيقسم لي الدايرة بتاعتي لجزئين congruent، يبقى كده any straight line passing through the center يعني any diameter is a symmetry line of the circle. طب لو جينا نشوف نتيجة تانية، لو عندي C دي ده line passing through the center وال B A ده chord، فعندي ثلاث حاجات، إن ثلاث شروط، إن ال line ده يبقى passing through the center، when ال line C دي ده bisect ال chord B A، يعني بيقسموا الجزئين إيه متساويين، وإن ال C دي ده perpendicular أو عمودي على ال A B. لو اتحقق أي شرطين من الثلاث شروط دول احنا بنستنتج على طول الثالث. يعني لو قال لي السي دي باسنج ثرو ذا سنتر اند بايسكت الاي بي، انا ابقى عارفه ان هما ايه بيربنديكولار. طب لو قال لي بيربنديكولار والسي دي بايسكت البي اي، انا استنتج ان هو باسنج ثرو ذا سنتر، وهكذا. لو اداني اي معلومتين من الثلاثه انا بستنتج الثالثه، ده بنحتاجه في المسائل. طيب لو جينا نشوف مسائل على النتيجه اللي فاتت دي، عندي سيركل ام وال B A ده كورد بايسكت ايه ال M C بايسكت ال A B وهو passing through the center، يبقى انا استنتج ان هما ايه perpendicular. طيب عندي في التريانجل A C M عندي عارفة زاويتين ال angle C وال angle M، يبقى انا عارفة ان مجموع زوايا المثلث كام؟ 180. يبقى انا كده اقدر اجيب الزاوية الثالثة، ان انا اقول 180 minus 90 plus 50، هستنتج ان ميجر للزاوية MAC يبقى ايه 40. طيب لو جينا نشوف المسألة التانية، لو ده مثلا ايه بي سي وهنا دي ايه مثلا، طيب انا عندي عايز ايه ميجر للزاوية دي ام اي، دي ام اي يعني الزاوية دي. طيب انا عندي ده باسنج ثرو ذا سنتر، اللي ام دي باسنج ثرو ذا سنتر وبايسكت للاي بي، يبقى ده بيربنديكولار. طيب نفس الكلام ال ام اي باسنج ثرو ذا سنتر وبايسكت البي سي، يبقى دي كمان بيربنديكولار. وانا عارفه ان مجموع الزوايا الداخله لاني بوليجون من فور سايدز بيكون ايه 360. طيب يبقى انا عندي ثلاث زوايا، يبقى اقدر اجيب الزاويه الثالثه الرابعه، يبقى اقول كده 360 ماينس، واجمع كل الزوايا 90 بلس 90 بلس 60، ده هيديني ان ميجر زاويه دي ام اي هيبقى كام 120. طيب في اخر مسألة هنا عندي برضو الام passing through the center وقال لي ان هي perpendicular، يبقى انا عارفة ان هي ايه bisect ال cord. طيب bisect ال cord وال cord طوله 8 سنتيمتر، يبقى دي 4 سنتيمتر ودي 4 سنتيمتر، بقى عندي تريانجل عارفة طول ضلعين منه وهو رايت انجل تريانجل، يبقى ايه من فيثاغورس اقدر اجيب طول الضلع الثالث اللي هو يبقى ال BM باور 2 equal 3 سكوير بلس 4 سكوير، لأن أنا عندي إن الطول ده سكوير بيساوي مجموع السكوير للأطوال التانية، ده هيديني إن ال BM طوله إيه 5 سنتيمتر. طيب لو جينا نشوف example تاني، في سيركل M هنا إداني إن الراديوس، إداني طول الراديوس إن هو إيه 15 سنتيمتر. find the area of the triangle ABD ADB ADB، عايز ال area لل triangle ده. طيب هي ال area القانون بتاعها كان ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع، يعني لو عندي ال height الارتفاع بتاع المثلث يبقى انا عايزة نص الضلع ده في ايه؟ في طول ال height الارتفاع بتاعي. طيب هو اداني ان ال chord AB ده ايه 24 سنتيمتر. طيب هنلاقي ان ايه ال ام دي ده passing through the center and a perpendicular to ال a b، ده هنعرف ان هو يبقى هو كده ايه bisect. طب هو عطيني ان هو ايه 24، يبقى انا عارفه ان دي 12 ودي 12 سنتيمتر.
طيب يبقى انا كده جبت الطول ده، محتاجة لسه ايه طول الهايت بتاعي، هجيبه منين؟ لو طبقت فيثاغورس على المثلث، لو سمينا دي مثلا ان، لو طبقت فيثاغورس في المثلث AMN يبقى ايه؟ ال MN square equal 13 square minus 12 square، ده هيديني ان ال MN equal 5 سنتيمتر. طيب انا جبت طول ال MN بس اللي هي 5 سنتيمتر، وانا عارفة ان ال MD ده radius. طيب وال MD كله هو اداهولي بكام؟ 13 سنتيمتر. يبقى انا اقدر اجيب طول ايه؟ ال DN. يبقى ال DN equal 13 minus 5 equal 8 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت، خلاص جبت الضلع ده والضلع ده، يبقى انا كده اقدر اجيب ال area للتريانجل A B D هتساوي ايه؟ نص في الطول ده كله اللي هو 24 في الهايت اللي انا جبته ايه اللي هو 8، ناتج 96 سنتيمتر سكوير. طيب لو جينا بعد كده نشوف البوزيشن للبوينت بالنسبة للسيركل، يعني لو عندي سيركل M وعندي بوينت A، عندي ثلاث حالات للبوينت دي. البوينت ممكن تكون outside the circle زي هنا كده، يعني لو عندي دي سيركل A وعملت line from the center of the circle to the point، هلاقي ايه؟ ان ال MA اللي انا وصلته ده greater than ال radius بتاعي، لان ال radius لحد هنا، ال MA بعده شوية، يبقى ال MA greater than the point، greater than ايه؟ ال MA greater than the radius، يبقى كده ال point دي ايه؟ outside the circle. طيب لو لقيت ال MA equal للراديوس بتاعي يبقى كده ال A دي in the center. طيب لو ال MA أقل بقى كده إن ال A in inside A the circle. طب لو جينا نشوف بقى ال position ال straight line مع circle، برضو ثلاث حالات، إن ال straight line ده outside أو tangent أو inside. outside لو ال line بتاعي عملت له intersection مع ال circle، كان ال intersection A بفاي، يعني أنا عندي ال line أهو والسيركل، يعني مفيش اي تقاطعات بينهم، الانترسكشن بفاي. وبرده لو خدت بوينت ايه عليه هلاقي ان ايه الام ايه اكبر من الراديوس. طيب لو عملت انترسكشن للاين وكان الانترسكشن تو بوينت يبقى كده ايه اللاين ده انسايد ذا سيركل، ولو عملنا انترسكشن للاين وكان الانترسكشن ده بيديني 1 بوينت يبقى ده بنسميه تانجنت، بيقطع الدايره في نقطه واحده. لكن لو جينا نشوف البوزيشن لسيركل مع سيركل تانية هنشوف ان في تو سيركلز بتبقى ديستانت. يعني ايه ديستانت؟ يعني مفيش تقاطعات بينهم. لو السيركل الاولى كان الراديوس بتاعها R1 والراديوس السيركل التانية R2، هنلاقي ان الM N ده اكبر من الراديوس الاول بلس ايه الراديوس التاني، لان في مسافة مش مضافة للراديوس ومضافة للام ان، يبقى الام ان ده ايه اكبر، ده بنسميهم تو ديستانت سيركلز. طيب لو الام ان كان ايكوال، يعني الار 1 زائد الار 2 هيبقى ايه ايكوال للام ان، ده بنسميه ايه تاتشنج اكسترنال، يعني في تلامس كده من الخارج للايه للتو سيركلز. طيب لو عندي تو سيركلز وكانوا انترسكتنج، يعني في تقاطع بينهم، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان السيركل الاولى لما اعمل لها انترسكت مع السيركل التانية هيبقى في ايه؟ في تو بوينتس. لكن لو جينا نشوف السيرفس للسيركل ان مع انترسكشن وذ سيركل ام، هنلاقي ان التقاطع ايه هو المساحة دي كلها، لان اتفقنا ان السيركل هو جميع النقط اللي ايه الداخل الدايرة كمان. طيب لو جينا نشوف حالة الاخر حاجة او النوعية دي، يعني touching internally في تلامس هنا برضو بس من الداخل، عكس التانية كانت دايرتين من الخارج وبرضو بيكون في نقطة واحدة، فبنسميها ايه touching internally. طيب هنا بقى الحالة دي بيبقى ايه المركز هو نفس المركز اللي circle M و circle N، فبنلاقي هنا ان ال M N equal ايه zero، مفيش اي مسافة بينهم. هنا الدايرتين برضو واحدة واقعة داخل التانية، لكن في مسافة بين الام ان، يعني انا رسمت من هنا سيركل ورسمت من المركز التاني سيركل تانية، فدول بنقول عليهم intersecting.
هنا التقاطع بيبقى intersecting بيبقى بين ال two circles phi، لكن ال intersecting بين ال two surface هيبقى الدايرة الصغيرة كلها، لأن هي واقعة داخل الدايرة الكبيرة. طيب عندنا two factors. لو عندي straight line L و circle M، فبنقول إن ال M لو ال straight line ده tangent لل circle وال M A مثلا passing through the center، فبنقول إن هما perpendicular. طب لو اداني ان في لاين perpendicular to the diameter ده مثلا، او لاين passing through the center وعندي tangent، يبقى انا هو ايه، هو قال ان هو perpendicular وانا عارفة ان ده passing through the center، يبقى انا استنتج على طول ان اللاين ده ايه، tangent. يعني لو قال ان هو tangent هنا، قال ان هو tangent والخط ده passing through the center، انا استنتج ان هو perpendicular. طب لو قال لي perpendicular انا استنتج ان هو tangent، بس لازم يكون النقطة التلامس مع الدايرة بتكون ايه؟ passing through the center. لو وصلت بينها يبقى ايه؟ بتمر بالمركز بتاعي. لو جينا نشوف المثال ده، عندي إيه two chords A B and C D. طول ال A B كان ايه؟ 12، وطول ال C D 16، واداني ان ال radius ب 10. find the distance between the two radius، عايزة المسافة دي، المسافة between the two chords، عايزة المسافة بين two chords. طيب انا لو وصلت الخط ده كده كله، وهوصل برضو ايه الراديوس اي بي والراديوس اي ام بي قصدي والام والام سي، هلاقي بقى ايه في اللي انا في الحاجات اللي انا وصلتها دي. انا عندي الام ان ده باسنج ثرو ذا سنتر وبربنديكولار تو اي بي، هنلاقي ان هو ايه بايسكت للاي بي. طيب الام اف مثلا، الام اف passing through the center and a perpendicular، يبقى هو bisect لل سي دي. طيب انا عايزه طول ايه، عايزه طول الان اف اللي هي المسافه بين التو كوربس. طيب هنجيبها ازاي؟ لو جينا نشوف in the triangle ام بي ان، ام بي ان اللي هو ده، انا عندي طول ايه، عندي طول الراديوس بتن، وانا قلت ان ده بايسكت الام ان بايسكت الاي بي، يعني دي ايه 6 سنتيمتر ودي 6 سنتيمتر. طيب بقى عندي تو سايدز في التريانجل، وانا عندي ده رايت انجل تريانجل، يبقى اقدر اطبق في ثغرس. يبقى نقول ان الام ان سكوير ايكوال 10 سكوير ماينس 6 سكوير، دي هتبقى 8 سكوير، ده هيدينا ان الام ان ايكوال 8 سنتيمتر. يبقى كده جبت طول ال M N كله. طيب من in the triangle M F C، انا عندي عارفة في ايه، انا عارفة ان ال C D كله 16، وانا عارفة ان ال M F bisect لي، يبقى دي 8 8. طيب عارفة ان دي 8 وده radius يعني طوله 10، يبقى برضو ده وده right angle triangle، يبقى انا عارفة طول ضلعين منه، اقدر من فيثاغورس برضو طبقها تاني واجيب طول الضلع التالت اللي هو ام اف. يبقى الام اف سكوير ايكوال 10 سكوير ماينس 8 سكوير، ده اللي هو 6 سكوير، ده هيديني ان الام اف ايكوال 6 سنتيمتر. طيب جبت الام اف والام ان، اقدر اقول كده ان الام اف ايكوال ال N F، هي ال N M minus A ال N F، هي ال N M minus ال N F. جبت ال N M بكام؟ ب 8، وال N F ال M F 6، ده هيديني ان هي 2 سنتيمترز. طيب مثال تاني، هنا مثلا عندي 2 circles N and M، عندي يعطيني two angles سي و ان دي، وعايز ايه هنا الانجل ميجر للانجل سي دي ان. طيب انا عارفه ان الام ده الام ان ده passing through the two centers، والاي بي ده بيمر بالتقاطعات بتاع الدايره، يعني الزاويه الانجل دي هتبقى ايه، الاي بي هيبقى perpendicular على الام ان، والشكل سي دي ان
اللي مثلا ده بوليجون ايه من فور سايدز، يبقى مجموع الزوايا الداخلة ليه 360، وانا عارفة منه ثلاث زوايا، يبقى اقدر اجيب الثالثة. يعني اقول ميجر للانجل سي دي ان ايكوال 360 ماينس، واجمع الزوايا الداخلة كلها 55 بلس 125 بلس ايه 90. هنلاقي ان الميجر للزاوية دي كام؟ 90%، يعني اثبت ان هي ايه رايت انجل. فبكده اقدر اقول ايه ان السي ده السي دي ده تانجنت للسيركل ام، لان الان دي ده باسنج ثرو ذا سنتر، وايه وانترسكشن مع السي دي ده في النقطة بوينت، والانجل اللي عندي 90، يبقى السي دي ده تانجنت للسيركل ام. طيب عندي في المثال بعد كده تريانجل ام اي بي، اداني ان الميجر للزاوية بي 30، وبيقول لي عايز طول ال A B وال A C، ال A B وال A C، عايزة ال length بتاعه. أنا عندي N the triangle A M B، هنلاقي إن sine ال 30 زاوية M B A equal، هيبقى طول ال A M اللي هو 8 divided by طول ال M B من فيثاغورس، لا من الزاوية الساين عندي بتساوي المقابل على الوتر، فانا طبقتها هنا عشان اجيب طول ايه الام بي، ده هيديني ان الام بي اكوال ايه 16 سنتيمتر، يبقى انا كده جبت طول الام بي. طيب عندي رايت انجل تريانجل وعندي طول ضلعين، يبقى كده اقدر اطبق فيثاغورس واجيب طول الضلع الثالث، ده هيديني ان البي ايه اكوال البي اي سكوير ايكوال 16 سكوير ماينس 8 سكوير، ده هيديني ان البي اي ايكوال 8 كذا 3 سنتيمتر، يبقى انا كده جبت طول البي اي اللي هو اول طلب. طيب تاني طلب عايز الاي سي، الاي سي انا عندي في التريانجل اي ام بي الزاويه دي 30 ودي 90، يبقى مجموع زوايا المثلث هلاقي ان الزاويه ام اي 60 درجه. طيب ده بيربنديكولار، يبقى دي كمان رايت انجل في المثلث AMC، عندي زاويتين اقدر اجيب التالتة هتبقى ب30، يبقى ممكن نجيب من المثلث AMC هنجيب الكوزاين لل30، هنلاقيها ان هي المجاور ليها ال AC على طول الوتر بتاعي اللي هو ايه ال AM اللي هو ب8، ده هيدينا ان ال AC equal 4.3 حدود سنتيمتر، يبقى انا كده جبت طول ال A B وال A C، جبت طول ال A B اول حاجة طبقت الساين، وبعد كده جبت طول ال B M، بعد ما جبت طول ال B M بقى عندي طول الضلعين دول من فيثاغورس، جبت طول الضلع الثالث. طيب في المثلث الصغير ده بعد ما جبت الزوايا 60 من المثلث الكبير 30 60، طيب ودي 30 اقدر اطبق الكوزاين واجيب طول ال A C، وكده يبقى الطولين اللي هو عايزه. طيب دي ده تو اكسرسايزز بنفس الطريقة برضو، لو عندي 3 سيركلز وعطيني الراديوس لل 3 سيركلز وعايز ميجر للانجل ام دي ان، وهنا 2 سيركلز الراديوس للسيركل الاولى 8 الراديوس للسيركل الثانية 5، وقال لي ان الان بي بيربنديكولار تو الام بي والام سي بيربنديكولار تو الان سي، وعايز اللينس للام بي والان سي. هنشوف هنحلهم ازاي، لو في اي مشكلة بنراجع الفيديو، لو محتاجين اي سؤال هستنى منكم. سلام عليكم.